في وسط الميدان وفي تنفيذ الكرات الثابته. ترجع الكره للاولمبي البيجي ادما تراوري وكالعاده البحث على هشام السيفي، هذا يعني ارجع كره خطول رائع جدا هدف الاولمبي البيجي. قلت ممتاز جدا هدف الاولمبي البيجي. نحاول اللعب علاء الملكي، تسديده يعني رائعه جدا وهدف في غايه من الروعه، ما لقاش الحلول وسيم نواره امام تسديد علاء الملكي بعد ارجاع كره خطا من مدافع الترجي الرياضي التونسي سامح الدربيلي، ياخذها على الطاير كيما جيت علاء الملكي مع مطلع هذا الشوط الثاني. ثلاثة دقائق لعب تتغير النتيجة في أولمبيا المنزة، هدف مقابل صفر، هدف رائع جدا من علاء الملكي لاعب الأولمبيا البيجي. قلت الترجي الرياضي التونسي بحث على الأهداف في الشوط الأول، لكن تهدي الأهداف من الهجومات للترجي الرياضي التونسي. ممتاز التمرير في العمق، هذا اللعب وجد أو يوسف المسيكلي، التمرير يانيك لابومبا يانيك ليانج هكذا يلقبه، تمريره ممتازه من مساكني لابومبا. قلت يانيك ليانج هكذا يلقبه جمهور الترجي الرياضي التونسي، الهدف السابع عليه مع الترجي. يانيك ينتفض بعد صيام في الشوط الاول عن التهديف، يعني شوط الاهداف قلت ما بين هدف الاولمبي وهدف الترجي زوز دقائق فقط في اربع دقائق لعب على الملكي، يرجع عليه يانيك نيانك بعد تمرير يوسف المساكني. شوف يوسف المساكني قلت والقيمه الثابته لليو المساكني، يعني اللعب المتميز في تشكيل الترجي والتسديد بالرجل اليسرى ما يخلي حتى يعني مجيل للحارس التصدي. يرجع يوسف المساكني والتمرير من يانيك، يانيك يتفجر لبومبا. قلت هذا هو مهاجم الترجي الرياضي التونسي، الترجي ينتفض قيمة الكبار. تمريرة أخرى حاسمة من الترجي، وتمريرة حاسمة من يوسف المساكني. يوسف المساكني كان حاسم والتغيير يأتي يعني نقولوا احنا في محله طويل. لا احنا حكيناها احنا في ما بين الشوطين، قلنا يوسف المساكني باش يدخل باش يثبت باش يعطي تمريرة أخرى، وهذا اللي صار. معناتها شوف يوسف المساكني مرتين يخرج ويعطي تمريرة حاسمة، معناتها كان واضح معناتها بصراحه. وهنا حكينا في الشوط الاول على الاختيارات، كان الاختيار الانسب باش يتغير تو معطيات المباراه. طب في دقيقتين الترجي الرياضي التونسي، يعني الفرق الكبرى تنتفض بسرعه، والفرق اللي عندها لاعبين في قيمه يوسف المساكني يعني كان موجود. دفاع الترجي الرياضي التونسي يوسف المساكني، ممتاز المرور من خليل جلاسي مره اخرى يانيك نيان، فما وجدي بوعز يطف الكوره، هل يكون الثالث؟ هل يكون الهاتريك؟ لكن يانيك حب روحه يوسف المساكني يدعم نتيجه الترجي الرياضي التونسي، يخلص المباراه بالثلاثه، يعني لاعب الامتياز في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. زوز لمسات تأتي بزوز أهداف وهدف ثالث ما خيرش من هكا من لاعب الامتياز في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. قلت يخلص بالثلاث على الأولمبيا البيجي الترجي الرياضي التونسي عن طريق يوسف المساكني، هذا اللاعب المتألق ثلاث أهداف مقابل هدف، كان عكس هجمة جيد من هجوم الترجي الرياضي التونسي يستغل فيه تقدم الاولمبي البيجي. يانيك نيانك يتصدى له قيس العمدوني، لكن في كره ثانيه هذه الاعاده، ممتاز المرور من يوسف المساكني اللي مر يعني هو في انطلاق العمليه وهو مع نهايه العمليه. بكل صراحه لاعب متميز يانيك نيانك، بحط على الهاتريك، بحط على ثلاثه اهداف في مباراه اليوم، يتالق قيس العمدوني، لكن ياتي من الخلف يوسف المساكني ويعطي الهدف الثالث للترجي الرياضي التونسي.